نحن على الهواء مباشرة في حوار كنستقبلوا في حلقة اليوم ما بعد 20 فبراير أول أمين عام لحزب سياسي معارض عنده مرجعية دينية، عنده وجود قوي في البرلمان، عنده قواسم مشتركة مع أحزاب الكتلة بخصوص تصورات ديال الإصلاحات الدستورية، عنده مواقف تثير جدلا بخصوص بعض البنود ديال الدستور الحالي، عنده خصوم قويين على الساحة السياسية الوطنية، عنده خلافات واختلافات داخلية نابعة مما وصف بسوء التدبير والقرارات الشخصية وغياب التدبير السياسي. غادي نناقشوا الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء الخير، حول مشروع مذكرة الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية، البعد السياسي للإصلاح، الديمقراطية الداخلية ومسؤولية الأحزاب. البي جي دي كنموذج يحاور السيد بن كيران الزملاء الصحفيين ماريا مكرم الأيام، نادية بوكيلي الصباح، يونس مسكين الأسبوع الصحفي. مرة أخرى سي بن كيران مساء الخير. كم دخل المجلس الوزاري أعطى واحد الدفعة قوية للمؤسسة ستساهم في تخليق الحياة العامة وكتدخل ضمن الإصلاحات الدستورية اللي هي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وحدد بوضوح المهام ديالها ومؤسسة عملها. هذه كانت من المطالب ديال الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب العدالة والتنمية. الآن سي بن كيران كيفاش كتقراو الظرفية اللي تمأست فيها هذه الهيئة، وشنو هي المساهمة ديال الأحزاب السياسية ككل في استراتيجية محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الله. شوفوا مولاي مصطفى، خلينا نكون واضحين، هذا الحدث اللي كيوقع اليوم فيما يخص المؤسسة ديال السي بودرار حدث مهم، ولكنه يعني جزئي نسبيا. نحن نعيش مرحلة تبدلت فيها الأرض غير الأرض، هذه طبيعة البرنامج. أستاذ عندنا مدخل، أيوة كل واحد عنده مدخل ديالو، لا بدنا نذكر فيه ونتابعه. لا يا بلاتي تفضل. فالآن المغرب عمل واحد جماعيا ملكا وحكومة وشعبا وشبابا واحد الطريقة باش تعاون مع باش تعامل مع هذا الزلزال اللي كاين في العالم العربي خصوصا، واللي يمكن راه اليوم سمعت باللي الصين الشعبية كتهيئ باش تواجه شنو وقع، ما يشبه ما وقع في تونس، ما يشبه ما وقع في مصر، ما يشبه ما يقع في اليمن وفي ليبيا وإلى آخره. دار قرر باش يغير ويطور ويقد الحالة ديالو جماعيا، وهذا شيء مهم جدا. ومن الأمور التي كان يعني كنا نشتكي منها جميعا أن هذه المؤسسة والمؤسسات الشبيهة كتأسس كتلحق بالحكومة، كتبقى حاصلة في الوسائل في الإمكانيات في الصلاحيات، كتعمل تقارير، كتبقى ديك التقارير يعني تراوح مكانها بين الإدارات وبين ما تيكونش عندها نتيجة. اليوم الروح الجديدة اللي كاينة واللي جات في المجلس الوزاري فيما يخص هذه المؤسسة، أن هذه المؤسسة ديال محاربة الرشوة، يعني أولا كيظهر لي كاين يعني وعد باش سوف تدستر كما طالبنا بذلك نحن كذلك وغيرنا. ثانيا سوف تعطى الإمكانيات والصلاحيات التي ستجعلها تقوم بدورها، والتي ستجعل المرتشين ياخذونها بعين الاعتبار. لا شي وقع، عمل اللي بغيتي، خذ عمل شي حاجه لمحاربه الفساد، لمحاربه الرشوه، المجلس الاعلى للحسابات، المنافسه الى اخره. في الاخر هذوك المستفيدين كيبداو كيعرفوا بلي ديك المؤسسات مش تجيب قرارات وديك الشيء باش يعمل ضجه اعلاميه، ولكن ستبقى دار لقمانه على حالها ولا يزعجهم اي شيء. فلهذا نحن انتم سي بن كيران عندكم مسؤوليه في واحد العدد من الجماعات، وكتلاحظوا ان هناك تبديد ديال المال العام ورشاوى واستغلال النفوذ، ولا تحركون ساكنا. هذه جديده هذه. لا ربما لا نحرك ساكنا حين نرى هذا عند الاخرين، اما لما تعلق الامر بجماعه من جماعتنا كان يراسها واحد منا مع الاسف الشديد، وكما لا يخفى عليك يعني على الاقل اقل ما يقال في غير الى ان يصدر حكم نهائي للقضاء، والقضيه ديال ميدلت اللي هي مشهوره، ديك السيد وقفناه مباشره من ممارسه كافه المهام ديالو،
وخضع للقضاء وبكل صدق زعما لم نسانده يعني تقريبا بشيء الا من الناحيه الانسانيه. غادي نعطيو سؤال الاخوه الصحفيين باش ندخلوا المحور الكبير. انا الا سمحتي لي قبل ما ننتقلوا للفساد اللي يمكننا نتكلموا عليه في الجماعات، كاين واحد المساله هو ان الفساد بمفهومه الواسع ما كيتدارش في واضحه النهار، كيدار في الخفاء يعني تحت الستار، وهذه المساله كتطلب البحث على الحقيقه والبحث على المعلومه. وانا قريت في المذكره ديالكم اللي تقدمتوا بها للجنه ديال مراجعه الدستور الحق في الولوج للمعلومه، كاين واحد الحدث اللي هو كبير في المغرب مورا 20 فبراير، 5 ديال الجثث تفحمات في بنك. وزاره الداخليه قالت رسميا باللي هاد الناس الجثث ديالهم تفحموا نظرا لانهم حاولوا يسرقوا. الان كاينه روايه جديده كتكذب هاد الروايه وكتقول باللي لا حذاري هاد الجثث تفحمات، خصنا نعرفوا علاش. طلبوا من الاسر اللي طلبت البحث على الحقيقه وحاولت تبحث على الحقيقه ديالها، تقال لها انه مستحيل تحصلوا على التسجيل اللي كاين في البنك بشرط انكم تعطيونا واحد 2 مليار سنتيم اللي هي الخسائر الماديه اللي وقعت. بغيت نعرف انا الان بحثا على الحقيقه ومن اجل مواجهه اي حقائق يتم عدم الكشف عنها، اش دار حزب العداله والتنميه من اجل الكشف على هذه الحقيقه باش نعرفوا الا كان اي شيء ملغوم وقع في هذه الفتره هذه نعرفوا الحقيقه شنو دار. انتم كتمارسوا المعارضه، هل بحثتم عن الحقيقه في هذه المساله؟ مازال ما فيش العلم غير بلاتي، ما في العلم ديالي ان البرلمان ان الاخوان ديالنا، لكن هذا الشيء كله راه جديد، هذه المعلومات اللي عطيتي لا، ولكن الحادث وقع هذه شهر تقريبا. طبعا الحادث وقع وحنا سمعنا الروايه ديال وزاره الداخليه ولم نبادر، باش نكون واضح لم نبادر، ما جاناش هذا التحليل هذا اللي كتكلمي عليه. الان اللي كاين حدث اللي كاين معلومات جديده او روايه جديده، ماشي بعيد الاخوان يمشيو حتى لدرجه تقصي الحقائق. لماذا؟ لان هذو 5 ديال النفوس والروح عزيزه عند الله، فما تنشوفش علاش حنايا غنتحفظوا حمايه لمن؟ هذا ماشي منطقي. حنايا كحزب سياسي عادي واخا نكونوا في الحكومه واخا نكونوا كنسيروها، 5 ديال الناس الا كانت الحادث بحال اللي قالوا هما انهم دخلوا يسرقوا وقع شي كرسي كبير ولا شي حاجه، هذا الشيء مادام الان كاين شك في هذه الروايه هذه، وهذا الشيء راه معروف بلي كيوقع شي حادث، حتى الموت دابا الا وقعت جبتي الطبيب وشاف باللي الموت تظهر طبيعيه تيمشي في حالته، الا شك عاد كيدير البحث. الان اللي كاين شك انا كنلتزم ان الحزب ديالنا غينخرط في اي عمليه ديال تقصي الحقائق سواء من خلال لجنه من البرلمان ولا اي وسيله اخرى باش نعرفوا الحقيقه. حنا هذا الشيء ما تيخوفناش. ناديه سي بن كيران مساء النور. مساء الخير الله يخطيك. نبقى معك في المدخل ديال الرشوه، لان كنعتبروا دائما بان الرشوه القضاء عليها هو مدخل اساسي لاي اصلاح سياسي، وهذا الاصلاح الدستوري داخله في هذا الاتجاه. انا غادي فقط كنت كنتمنى ان حزب العداله والتنميه ياخذ موقف اول حاجه من التسميه. لماذا لم تكن هناك جرأة سياسية لتسمية هذه الهيئة بهيئة لمحاربة الرشوة؟ علاش حنا كنديروا الوقاية؟ حنا ما بغيناش الوقاية، بغينا المحاربة. وثانيا السياق التاريخي الذي خرجت فيه هذه الهيئة إلى الوجود هو تحت ضغط دولي، لأن المغرب صادق على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، وبالتالي لولا أن المغرب دخل في هذا الاتجاه ما كناش غنلقاو هيئة. ثالثا المسألة ديال الرشوة، سمح لي غير باش نكمل ونخليك تكمل. ثالثا مسألة الرشوة، الرشوة راه ماشي مرتبطة ب 20 درهم ولا 50 درهم، الإنسان كيمدها للمواطن كيبدها للمقدم ولا القايد ولا البوليسي ولا الجدارمي، ولا راه ولات مؤسسات تمأسات فيها الرشوة. عندنا الرشوة في توزيع التزكيات، عندنا الرشوة في الانتخابات، عندنا الرشوة في الصفقات العمومية، عندنا الرشوة استفحلت بواحد الشكل كبير. أنتوما كتناديو بشعار تخليق الحياة العامة، كنا كنتمناو كفريق قوي ديال المعارضه داخل البرلمان انكم تجيبوا واحد مقترح قانون. صحيح كاين مجموعه الاسئله كانت كتطرح من هنا ومن هنا بخصوص الرشوه، ولكن كان مقترح عملي لوضع واحد الاطار قانوني باش نقدروا نحدوا هذه الافه ما كاينش. شوف اما فيما يخص المحاربه هذه فكره انا ما عندي مانع، بغيتي نديروا المحاربه ولقيتي شي كلمه في القاموس كبر منها انا متفق معك. اما فيما يخص ان هذا الشيء هذا بضغط دولي، نقول لك واحد القضيه، اليوم الضغط الدولي جزء من الحياه ديالنا، ما كنتمشاوش غير بالاراده الداخليه ديالنا ولا غير بالضغوط الداخليه ديالنا. اليوم العالم تيعيش في تداخل، والدول عندها نفوذ بعضها داخل بعض، يعني فرنسا كتخضع للنفوذ الامريكي،
والمغرب كيخضع للنفوذ ديال واحد العدد ديال الدول بطبيعه الحال يدافع يقاوم والى اخره. اذا بالنسبه الي اذا كان النفوذ الدولي يدفعنا الى ان نصحح موقفنا من موضوع الرشوه فمرحبا به، ولكن خرجنا بهيئه سوريه شكليه. ايوا دابا اش كنقولوا؟ هذا الشيء اللي كنقولوا هو اللي هذا الشيء اللي قلتي انت هو اللي قلت انا، ولكن دابا نقول واحد القضيه لا ناديه، ما بقاش ممكن يتحكم المغرب بالطريقه باش تحكم هذه 50 عام. سي فيني، باش كل الامور واضحه، لابد المغرب في المستقبل اما غادي يدخل المنطق دوله ديمقراطيه فيها المواطنين تيعبروا على الاراء ديالهم والصحافه كتقوم بالدور ديالها والقضاء مستقل تيقوم بالدور ديالو وكل واحد كيقوم بالصلاح والحكومه كتقوم بالدور ديالو وكل واحد كيقوم بالصلاحيات ديالو، اما غنتراجعوا اللور وغادي تنفجر الاوضاع عندنا وما غينفع معانا لا خطاب ملكي ولا اصلاح دستوري ولا حتى شي حاجه. يونس مسكين، مساء الخير سي بلاتي قلت على التزكيات. نعم شوف لاله، الاحزاب السياسيه كانت كتهز عينيها للفوق مشغوله مع وزير الداخليه، ماشي كلها طبعا، دائما كانوا مشغوله مع وزير الداخليه مع القائد مع، ولهذا كان داك الشيء تيجي من الفوق. في الاخر ما بقاتش كتهتم بالمجتمع، وليتي عندك حزب سياسي الفوق عطاك التزكيه الاداره، انت كيمكن لك تولي تهجر كتبيع التزكيات. كاين واحد السيد كيحكي لي انه في الحزب ديالو هو كان نائب برلماني سابق طلبوا له 100 مليون. هاد الاحزاب السياسيه حتى هي دابا غدوز بالامتحان، يا غتكون قاده باش تثبت راسها بان عندها رجاله قويين، اذا ما غتبقاش تعطي التزكيه 100 مليون، غتعطيها اللي كابابل يا تمشي تقلب عليه، يا اما هي براسها راه هاد الرياح غادي تشطر. اذا تيقن في هاد المساله ديال الدستاره يعني ممكن تعطي الاكل ديالها؟ لا احنا كيفاش ما تيقنش، ضروري نثقوا، ما عندناش اختيار، لابد نثقوا. سي عبد الاله بكيرم، مساء الخير مره اخرى. سي عبد السلام بودرار، من النهار اللي تم تنصيب الهيئه المركزيه للوقايه من الرشوه هذه تقريبا اعتقد سنتين، وهو كيدور وكيشكي ويبكي في جميع الخرجات الاعلاميه ديالو. تقرير صحيح، التقرير اللي دار التقرير السنوي الوحيد اللي دار كان تقريبا مطابق للتقرير اللي كديروا جمعيه ترانسبارونس اللي هي جمعيه غير حكوميه. القرار اللي تم اتخاذه يوم الجمعه الاخير بالدستره ديال الهيئه ومنح مجموعه من الصلاحيات، كنعتقد انه واحد القرار اللي ما كانش كيحتاج لهاد الموجه اللي وقعت في العالم وفي المنطقه العربيه والمنطقه المغربيه وهذا الضغط وهذه الموجه العارمه اللي كتضرب الكل، باش انا نديروا خطوه بحال هذه. لو كنا كنتكلموا على بعض المؤسسات بحال المؤسسه ديال الوزير الاول او الحكومه اللي ربما ما كتستنفذ شيء غير المجال المتاح لها دستوريا من اجل التحرك، راح حتى جهات اخرى بحال انتم في البرلمان كمعارضه، شنو اللي كان كيمنع انه هذا السيد عنده قانون المنظم للهيئه كيجعله انه خاضع للوزير الاول من اللي تاسسوا كيشكي من الوزير الاول، شنو اللي منعكم انكم ديروا مقترح مبادره وتبادروا باقتراح قانون اللي كيجعل هذه المؤسسه اما مستقله ولا عندها سلطه تقريريه ولا كذا، وربما غير الاحراج السياسي اللي غادي تسبوا الحكومه والوزير الاول الحزب الوزير الاول كان ربما غادي يحرك العجله ديال الاصلاح. كاينه مؤسسه اخرى عندها نفس الوضع.